ملعب فناء بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا اوروم غريب مرحبا ديسنا كانك استجوابو فيما يخص المقابله ماشي تابع من الطيف وقت المستوى طارق المغرب لها النقاط من الاساس الحمد لله لها النقاط طبعا واجد انها تنكر ان شاء الله غير النتيجه ايجابيه ان شاء الله هنقعد غير الدور الدور المغربي ان شاء الله اذا كانت خطوه خصها ضروري لها النقاط ضروري تتناول الحمد لله من حرام تقاتل انت اللاعب ويند تعرف نقي لها نسل نتمنى ان شاء الله مباراة غياس ان شاء الله عندنا الكلام القديم كذلك فيما يخص المستوى الفريقين يعني شان السؤال ما هو روح رياضيات تمرت المقابله كيجينا روح رياضيه ممتازه تاع الفريقين تواجه المقابله للمستوى ونتمنى ان شاء الله التوفيق ما لا نكر نسيو الفوق لان حنكور كمان اربع المقابلات باش الدور واسكوس كان الفريق دي بوسانو تاعنا شويه ماديا يعني نتمنى المشجعين الاخوان ابناء منطقه ثروان تمر لنا سواء ديال الداخل او الخارج راه باش نفوز باش نكمل الموسم ان شاء الله سجن الحماس دا مقرانس ما يمكن نبدا ان شاء الله ان الخويا كمان جن خطوات خي صغنيني شي نحقق ما ينقص ما يخمر في الدرسو اللي هو بطبيعه الحال كاع الدور الثاني ان شاء الله كاع الدور الثاني ان شاء الله ونتمنى الاخوان زعما مره ابناء المنطقه هذا نشوفوا الفريق كان غدا سواء ماديا ومعنويا وجن نداء كذلك الجماهير الفريق ان شاء الله نتمنى داسنا كان شجعنا طفر الفريق الى غير ذلك باش نشجع ثروه ان شاء الله في داخل الميدان يلعب لنا ان شاء الله وينو يسد ملايين شويه تساؤل مرحبا عاوتاني شوف ملا خصنا نطول حتى الحشد النهار مرحبا.